ومن اليمن إلى تونس التي هي حالها كحال جميع بلدان العالم التي شهدت تراجعا ملحوظا على مستوى القطاع السياحي، لكنها اليوم بدأت تسعى لإنعاش هذا القطاع الحيوي بعد فترة من الركود. نعم سعيد، ومشاهدين المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقرير روضة حمدي مراسلة تلفزيون البحرين في تونس. بين أحضان الكثبان الرملية وفي قلب الصحراء تتربع محافظة تطاوين بتراثها وتاريخ أجدادها الزاخر بنمط عيش تقليدي فريد. تفتح هذه المدينة أحضانها هذه الأيام لزائريها قصد الترويج للسياحة الصحراوية وجذب محبي الصحراء من كل بقاع العالم بعد سنوات من الركود. فما استعادة بتاع نشاط، فما معناها وفود، معناها زوار جد، زوار جد يبحثوا على المغامرة، والمغامرة أنا نأكد لكم موجودة هنا في تطاوين، والإحساس هذية والتجربة اللي يحب يعيشها أي إنسان زائر لتونس وولاية تطاوين ممكن يخرج بتجربة جميلة جدا، وهذه دعوة للناس الكل باش يزوروا ولاية تطاوين، باش يزوروا الصحراء التونسية، باش يتعرفوا كذلك على مقومات وخصائص معناها نتاع السياحة هنا، نحكيوا على السياحة الجبلية، السياحة الطبيعية، السياحة الثقافية. الطابع الهندسي المميز للقصور، ونقصد هنا طوابق متكونة من غرف صغيرة فوق بعضها البعض، جعلها تندرج ضمن قائمة المعالم السياحية الجاذبة للزوار رغم إهمالها. إلا أن المساعي حثيثة اليوم لصيانة هذه الثروة الصحراوية الغير مادية والضاربة في القدم. ثم بعض القصور اللي وقع ترميمها كما هذايا تو القصر نتاع زناته وقع ترميمها في وقت سابق، لكن ثم قصور اخرى مع الاسف الشديد، قصر الوالد سلطان اللي هو من اجمل القصور طاحت منها برشا جهات، يعني طاحوا مع الاسف الشديد، واعتقد ان العنايه بقدر ما هي موجوده ولكنها غير كافيه. القصور باعتبار احنا نسعى الى ان يكون هذا ارث عالمي دفع عليه، يعني ناس الكل العالم كامل يدفع عليه لانه يحمل تراث وتاريخ وما الى ذلك، ولكن العنايه به غير كافيه لان حتى الميزانيه معناها مرصوده للقصور هذه ضعيفه جدا ولا تفي بالغرض. يتشبث اهالي المدينه بموروثهم الثقافي، هم متمسكون إلى اليوم بلباسهم التقليدي وأكلاتهم الشعبية الصحية وموروثهم في الغناء والفروسية. تمسك أهالي عروس الصحراء بتقاليدهم جعل مدينتهم تتجلى بين أهاليها وتطرب زائريها. حنين الإنسان إلى مسقط رأسه قد يثير فيه قريحة شعرية لتفيض العبارات دون توقف، تماما مثل ما يحصل للشاعر الملقب بالأمير حين تصافح يداه تربة القصور الصحراوية. رغم ثراء وتنوع موروثها الثقافي والتاريخي وحتى العمراني، إلا أن محافظة تطاوين تتطلب مزيدا بناء الصيانة والتهيئة لتكون أفضل وجهة سياحية صحراوية بديلة في تونس ولما لا في كامل أصقاع العالم. تلفزيون البحرين، روضة حمدي، تونس.